وشريك ولدي، نوريو لأصدقائنا الأطفال كيفية صلاة العصر. طبعا عمو يزيد بكل فرح وسرور. صلاة العصر وهي 4 ركعات سرا. البداية: أولا استقبال القبلة، ثم النية سرا. إقامة الصلاة تكون قبل تكبيرة الإحرام كالتالي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم تكبيرة الإحرام: الله أكبر. قراءة سورة الفاتحة سرا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد قراءة الفاتحة قول آمين. ويليها ما تيسر من القرآن الكريم، مثلا سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تكبيرة الانتقال: الله أكبر، ثم الركوع وقول سبحان ربي العظيم 3 مرات سرا. الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. السجود وقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات سرا. الجلوس حتى تطمئن وأنت جالس، ثم السجود مرة أخرى وقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات سرا. ثم القيام مع التكبير الله أكبر، وتؤدي الركعة الثانية كما أديت الركعة الأولى. في سجود الركعة الثانية والجلوس الثاني التشهد بدون صلاة الإبراهيمية، وبنفس الطريقة تأتي بالركعة الثالثة والرابعة مع قراءة الفاتحة وحدها. وفي السجود الأخير في الركعة الرابعة والجلوس الأخير التشهد: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ويليه الصلاة الإبراهيمية، ويكون ذلك بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. التسليم مع إدارة الوجه إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار: السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله صلاة الجميع.